صباح النور. نبدأ من البرازيل. بعد أن اشتركت برونا صديقة نجم البرسا البرازيلي نيمار في إحدى مسابقات الرقص بالبرازيل برقصة مثيرة وفستان شفاف، قام نيمار بمهاتفة برونا متوعدا إياها بوضع حد للعلاقة إن لم تحترم نفسها. يا نونو، عامل لماش في شعرك وتحكي على احترام سي الحلو نيمار؟ هذا عرفتوه ما اللي قال المرة اللي فاتت، نعم أحلق شعر ساقايا لتبدو أكثر جمالا. معناها بوك بعث راجل إسبانيا وانت تعدي النهار من حجامة لحجامة، هاو صبيغة هاو ضربة سكر، وتحب الطفلة تقدرك وتعمل لك حساب سي الشباب. وانت برونا ما تاخوهاش عليه، متأكد اللي ما يقصدهاش الحكاية. ساعات نوعية الرجال هذا اللي عاتي على شيواوا تطلع لك بتلالة من حيط. يا أخي ما شفت الشموسة كي قال لك نحبه نحبها متحجبة ومتخرجش من الدار؟ طو يجد عليك الكلام هذا. هيا ما تحط شي في بالك، عيش عمرك ولبس الشفاف، واللي كلمك جاوبه بلغة حرشة، مادام نيمار والرجال اللي كيفه مازالوا منهم برشا. تونس، بعد لو وصل الخبر مفادو خروج لاعبي الترجي للسهر في جنوب افريقيا بعد مقابله نصف نهائي رابطه الابطال ضد اورلاندو بيريتس، هيئه الترجي قررت معاقبه اللاعبين المعنيين بالامر ماديا وحرمان اللاعب خليل شمام من شارة القياده. خليل شمام عمل تصريح صحفي حكى فيه على مقابله الكاميرون الساعه وقال سنفرح الشعب ونقتلع ورقه العبور من ياوندي. وفيما يخص العقوبه قال لا يوجد قانون في العالم يمنع السهريات، ولا افهم لماذا العقوبه. الله لا يجعلك باش فهمت. خارجين تسهروا وتصاور وفضايح على الانترنت وتقول لي لماذا العقوبة؟ هو صحيح ما فماش قانون في العالم يمنع السهريات، أما البرة الملاعبية يسهروا بثخامة مش كيما في تونس. ما تفهموها سهرية كان ما تبردزوا ويفضها الطبيب، والعاقل فيكم حيت يهز وحيت يجيب. وفيما يخص ماتش الكاميرون قلت سنقتلع ورقة العبور، هذه قلتها مقلع ولا حالة عادية؟ خاطر تفرق خويا، توا قدامنا ماتش وما عينيش في التنبيه. كان ربحت وسمح في كل شيء وعفى الله عما سلف، وكان خسرته يقطع اليد اللي ما تعطيش الكف. الخبر الاخراني يجينا من اسبانيا. قررت زوجة كارلو انشيلوتي الانفصال عن زوجها بعد قصة حب دامت 25 عام، بعد ان قامت احدى الصحف بنشر صور لزوجها مع صديقته الرومانية مارينا كاريتو اللي تظهر ب20 عام في حمام سباحة بميامي. صديقة انشيلوتي تعرف عليها منذ 2004 وساعدها انذاك في الحصول على وظيفة بنادي الميلان، ولكنها اليوم رفضت الزواج بانشيلوتي واعطت السبب. اكتشفت انه ضعيف وعديم الشخصية، فهو لم يقدر على طلب الطلاق لمدة 9 أعوام، ورجل بهذه المواصفات لا يمكن أن يكون فتاة أحلامي. أشرب يا معلم من غير لا تتغشش يا كارلو، أما ثرت ياسر أحمق. طفلة أصغر منك ب20 عام عديتها عليك ولعبت لك لعبة الحلاب، عملتك قنطرة ودبرت خدمة من لحية الدغف لحيتك بيانسور، وبعد خسرت عليك الجملة السحرية متاع البنات نقعدوا سامبلا ميخير. عياسف شعورك تو، وزيد ماشي معاها للبيسين، يجيت هنا بحثينا للمنار وللنصر الديار اللي تذكره بالليلة موجودين بالبالة، وراي أمورك ستة زيد. تو اللوم بعد لقضاء بدعة مرتك طالبة طلاق، وحتى كان باش ترجع باش ترد لك الدار براكين وزلازل، وصاحبتك قالت لك انستو بالعربي يقعد نازل. اخر الحكايه خرجت انت المسكين وينبدل لحيه بلحيه تشتاقهم الاثنين. رفيق بوشناك تتحمل مسؤوليتك القانونية كاملة في اللي قاعد تقوله الكل. أكيد لا نتحمل أي مسؤولية. أكيد أكيد أخوي. أكيد ماهر كنزاري وين؟ طلبني مقبيلة وتفهمنا والأمور سانك سانك. ماهر أعزنيس صحيت وفات وفات ويليه، إن شاء الله نقابله غدوة 7:30 EFM وفز تسمع العزيز.